مساء الخير. كانت أوكرانيا تمثل وجهة جاذبة لآلاف الطلاب الأجانب حتى اندلاع الحرب الروسية عليها قبل عام، مغيرة مسار الكثيرين ممن وجدوا أنفسهم أمام خيارين: النجاة بحياتهم مع اشتداد المعارك أو التمسك بحلم التخرج بأي ثمن. وبينما كان يفر الملايين من الحرب، قرر كثير من الطلاب البقاء مع معاناة النزوح، فيما آلاف منهم من العرب ممن درسوا في الجامعات الأوكرانية قبل بداية الحرب عاد معظمهم إلى بلدانهم، ومنهم من كان يفصله عن التخرج أشهر قليلة عن إنهاء عامه الدراسي الأخير فغادر ودخل في معاناة لم تنتهي، ولا يعرف كيف يصحح أوضاعه في بلده أو بلد ثالث ويلملم القصة. ومن بقي من الطلاب في أوكرانيا لم تثنهم أصوات القصف ودوي صافرات الإنذار وشح المواد الغذائية عن ملاحقة حلمهم في التخرج رغم الحرب. كثيرون من الطلاب عانوا مشقة الرحلة العودة إلى أوكرانيا بعد مغادرتهم بسبب توقف حركة الطيران، وآخرون أيضا واجهوا خروجا عسيرا بعد تهافت الملايين للفرار إلى دول الجوار من خلال المعابر الحدودية مع بدء القصف، وامتدت طوابير النازحين حينها وسط تقارير عن تعرض الأجانب لمعاملة عنصرية. كيف أثر الغزو الروسي الروسي على أوكرانيا على المسيرة الدراسية للطلاب العرب في الجامعات الأوكرانية؟ هل تسبب الغزو الروسي بإنهاء امتياز الجامعات الأوكرانية من قبل الطلاب العرب، أو أثر أيضا على تصنيفها عالميا؟ والطلاب الباقون هنا كيف يواجهون التحديات الأمنية والاقتصادية؟ وهل تمكنوا من إنهاء أبحاثهم التي يعملون عليها بعد عام من الحرب؟ أناقش التفاصيل مع ضيوفي في برنامج استديو الآن الذي يأتيكم من استديوهاتنا في دبي. أهلا بكم. أرحب معي من كييف الطالبة خديجة أحمد صالح، هي طالبة من تشاد تدرس الطب البشري في السنة الخامسة في جامعة البقموليتس الطبية الوطنية. أيضا من غلاسكو في اسكتلندا الطالب تامر جوهر من الأردن، طالب أردني يدرس الطب البشري في السنة السادسة في ذات الجامعة، أيضا مع زميلته خديجة عاد إلى الأردن ثم سافر إلى اسكتلندا من كييف. وأيضا معي عبر الهاتف الطالب باسل عرار، هو موجود الآن في كييف وهو فلسطيني يدرس الطب البشري في السنة السادسة في جامعة كييف من تبليسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الطالب الأردني تامر. أهلا بك تامر، كيف الحال؟ اهلا بك يا استاذه، شكرا للفت الجميله هذه واهتمامكم بقضيتنا، لانه قضيتنا فعلا كانت واجهت بعض المشاكل انه ما عم نقدر نوصلها للجهات المطلوبه. تامر انت اردني والان اين موجود؟ نعم انا اردني حاليا، مقيم انا في اسكتلندا، اجريت بعض التدريب في بعض المستشفيات البريطانيه في اسكتلندا. نعم. وحاليا اجري بعض التطوعات برضو في بعض المستشفيات في قسم الطوارئ وفي غيره كمتطوع كobservation. في سنتك الاخيره تامر؟ نعم انا في سنتي الاخيره. ذلك عندنا في تنسيق بين جامعتنا وفي الجامعات الاسكتلندية بجامعات البريطانية. ممكن تحكي لنا كيف خرجت اذا خسرت عام؟ يعني ممكن تحكي لنا كيف خرجت من اوكرانيا، ذهبت الى الاردن ثم عدت، ذهبت الى اسكتلندا، كيف حدثت القصه؟ نعم سريعا. القصة وما فيها إنه إحنا يوم أول ما بدأ الغزو في 24/2 السنة الماضية قررنا إن نغادر. إحنا بعد 3-4 أيام توقعنا الأمور تهدى وكذا، وزي ما تحكي كان إنه الجيش الروسي كان إنه حكوا إنه سكر بعض المناطق وسأخذ بعض الشوارع المؤدية للغرب، كنا متخوفين من شغلة الخروج فيها. بجهود من السفارة الأردنية وبجهود برضو من السفارات الأخرى العربية تمكنا من الحصول يعني على مقعد في القطار، وتوجهنا برضو إلى المدينة اللي هي لفيف. بعد ما توجهنا إلى لفيف كانت المشكلة الكبرى إنه كل الناس في أوكرانيا صاروا بده يستغلوا الأمور هذه، خصوصا يستغلوا الأجانب للحصول على بعض الأوراق الخضراء زي ما بيسموها هم، عرفت، عشان ينقلونا من المدينة لفيف للمدن الحدودية. بس عشان ذهبت إلى أين؟ خرجت عدت إلى الأردن؟ نعم خرجت رجعت للأردن، ومن بعد الأردن قدمت على بعض التدريب طبعا عن طريق جامعتنا وعن طريق ترتيب بين جامعات الأردن الأوكرانية والجامعات البريطانية، وغادرت الأردن مباشرة على بريطانيا. خسرت عام؟ خسرت سنوات دراسية؟ خسرت امتحانات؟ لا والله ما خسرت سنوات الحمد لله، بسبب أنه حاليا مكملين أونلاين بسبب التنسيق الجامعات زي ما حكيت. طيب سأنتقل إلى خديجة. خديجة أيضا في السنة الخامسة خسرتي بعض السنوات، يا خديجة كيف خرجتي من أوكرانيا؟ هو أنا قبل الحرب أصلا طلعت من أوكرانيا،
ورجعت لأوكرانيا تقريبا قبل 4 شهور. يعني أنت تفاجأتي بأنه ما في طيران ودخلتي في أزمة الحرب وأنت في الخارج ما عرفتي تعودي؟ نعم. أنت الآن في كييف؟ أيوة أنا في كييف حاليا. طب كيف تدرسي والكهرباء تقطع وكيف تدرسي والامتحانات يعني غير واضحة يعني مواعيدها؟ هناك كثير من الامتحانات للطب يعني صعبة، ومنها الامتحان امتحان كروك 2 هذا ضروري. كروك تعانيتي من كروك؟ هو كروك بالنسبة للكروك هو في نهاية السنة الثالثة في نهاية السنة السادسة، فأنا حاليا ما عندي مشكلة مع كروك. طيب وبالنسبة للدراسة الحمد لله ماشي زين، وبنحضر المستشفيات والوضع مستقر حاليا. يعني أول ما جيت على أوكرانيا هذا الكلام قبل 4 شهور كان الوضع سيء جدا، كانت الكهرباء دائما تقطع، نجلس تقريبا بالأيام من غير كهرباء من غير. طيب والآن الحرب لا يعرفون يعني ما في توقعات بنهاية الحرب أو غيرها، ولا يعرفون إن كان هناك تصعيد جديد، مطمئنون إن الوضع آمن، يمكنكم استمرار يعني الاستمرار في التعليم داخل أوكرانيا؟ هو مو أمان بس الحمد لله يعني إن شاء الله كلنا يسبنا إلا ما كتب الله لنا. طيب ينضم إلينا من الجزائر العاصمة عبر الهاتف الدكتور محمد الأمين مقراوي، أستاذ في جامعة كييف الوطنية. أهلا فيك دكتور محمد، تسمعني؟ أهلا فيك. يعني مجموعة كبيرة من يعني الطلاب معنا اليوم، وأيضا الكثير من التساؤلات حول وضع الطلاب في أوكرانيا وامتيازات الجامعات إن كانت باقية أم لا. تعرف كان هناك امتحانات أجلت لكروكتو، يعني أجل في السنة الماضية، الآن رفضت أوكرانيا تأجيله. هناك بعض الطلاب لا يمكنهم العودة إلى أوكرانيا لإجراء الامتحان، وهناك من يتخوفون في داخل أوكرانيا ويطالبون بتأجيله. معظم من معنا يعني كلهم طب بشري. تعليقك. نعم، بالنسبة إلى الطلاب هناك قسمين، طلاب ثلاث أقسام عفوا، الطلاب الذين بقوا في أوكرانيا خاصة في الوسط وفي الغرب بالضبط، هناك طلاب حاليا متواجدون في أوروبا، والطلاب الذين عادوا إلى الدول العربية. الطلاب الموجودين في أوكرانيا أقسام أيضا، هناك الذين كانوا يدرسون سنة تحضيرية، هؤلاء يعني لا يجدون مشكلة كبيرة، يعني ممكن أن يعيدوا سنة تحضيرية إذا تيسر لهم في الجامعات التي لا تقع فيها المعارك أو الحرب يعني. هذا من جهة، لكن الإشكالية أيضا أنه في جامعات خاصة توقفت يعني عن تقديم المحاضرات أو الخدمات التعليمية لأنها يعني تضرر، خاصة في خاركوف وفي الشرق، حتى في أوديسا يعني بعضها. الجامعات العمومية يمكن التواصل معها، يمكن التواصل مع الطلاب، وأوجدت بعض الحلول للطلبة الأجانب، لأنه عندنا 84 ألف طالب أجنبي من بينهم 19 ألف طالب عربي. الجانب الأوكراني حاول أن يجد يعني حلول قدر الإمكان، لكن بالنسبة للطلاب فعلا المشكلة كانت في العائدين. العائدين يعني نعم هؤلاء عادوا إلى دولهم، خاصة في المغرب لدينا 9,000 تقريبا، حوالي 10,000 طالب، ولدينا أيضا المصريين حوالي 3,000 طالب، وعندنا تونسيين أكثر من 1,000 طالب، ودينا مشكلة أيضا مع الطلاب الأردنيين أكثر من 700 طالب. هؤلاء الأردنيين يعني لسه اعتصاماتهم قبل أيام ويطالبوا ب يعني تصحيح أوضاعهم مثل ما حصل مع طلاب السودان وطلاب اليمن، ولم تصحح أوضاعهم، الضرر الواقع عليهم خصوصا أنهم مش قادرين يسافروا. نعم أستاذة صونيا، لكن الإشكال لم يكن فقط مع الطلاب الأردنيين، عندنا إشكال كبير كلهم، لكن أعطيت مثال أنا أنه الساعات إثبات الأوراق أيوة. حتى أنه حتى يجلب أوراقه من أوكرانيا في صعوبة، الجامعات ما قدمت كل أوراقهم. صحيح، مثلا بعض السفارات العربية الموضوع لا يتعلق فقط بالطلاب، حتى بالأطفال الذين ولدوا في أوروبا يعني أو أبائهم هاجروا، طالبوهم بالذهاب إلى كييف مثلا لتسجيله. يعني هناك فيه تعنت غير مفهوم من السفارات والممثليات الدبلوماسية في أوروبا، خاصة من الجزائر الأردن وغيرها. أتحدث بالضبط عن مشكلة الطلاب. هناك دول أيضا يعني حتى دول أوروبية لم تعترف بالطلاب، مثلا بالأجانب، خاصة أقصد فرنسا يعني. أيضا هناك تعامل تمييزي للدول الأوروبية بين الطلاب العرب أو الأجانب وفارق أو العرب وبين الأوكرانيين. إذا كان هناك أوكراني في عنصرية يسمح له بدخول الجامعة،
في في عنصرية؟ تمييز، يعني الأوكراني يسمح له بدخول الجامعة وفي نفس الوقت يستمر في تعلم اللغة مثلا الألمانية أو غيرها مع بالتدرج. لكن الطلاب الآخرين غير الأوكران طلب منهم أن يدرسوا اللغة الأصلية للبلد. مثلا أنت متواجد في ألمانيا، عليك أن تدرس اللغة الألمانية، ثم طيب لاحقا قد يتم التفكير فيه. هناك طيب إشكال آخر في المغرب، سريعا. أنه تم إقصاء الطلاب من استكمال دراستهم في الكليات العمومية، وطلب منهم أن يستكملوها في الكليات الخاصة. هذا القرار صدر في قبل أشهر وأثار غضب كبير جدا، نتحدث عن عدد كبير صحيح، جدا في في ظلم المغرب. وفي تكاليف عالية عليهم، وهذا كمان حدث في طبعا الأردن طبعا وغيرها من الدول. طب في خليني يعني سأعود إليك في جملة من الأسئلة دكتور، سأنتقل إلى الطالب من الفلسطيني من كييف عبر الهاتف، الطالب باسل. باسل عرار تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام أنت في عليكم. سنة سادسة في جامعة كييف في تبليسي، عم تستكمل الآن تعليمك؟ صحيح نعم، تمام. بستكمل أن أنهيت تعليمي في كييف. الصعوبات اللي عم تواجهوها الآن كطلبة في السنة الأخيرة؟ والله احنا طبعا انا رجعت هون بشهر 8، من شهر 10 لشهر 1 تقريبا كانت الكهرباء عندنا تقطع تقريبا من 12 ل 16 ساعة في اليوم. طبعا شيء اكيد كانت كل الدراسه كانت عبر الاونلاين، ما كان في خروج، المستشفيات كانت شوي يعني نطلع واحيانا ما نطلعش، فكان يعتمد يكون اكثر شيء على الاونلاين. بس في نفس الوقت ما كان في يكون كهرباء، ما كان يكون في نت، ولا كان في اصلا اللي هو لقط الشريحه، فما كان يعني فينا نقول انه كنا مقطوعين عن كل الجوانب، فما كان في عندنا حل ثاني غير هي الدراسة الذاتية. فكان الاعتماد أكثر شيء على الدراسة الذاتية، مش على إنه جامعية أو دراسة إنترنت. طيب أنت طبعاً أنت كطالب قررت البقاء ولا خرجت من أوكرانيا ثم عدت؟ أنا خرجت من أوكرانيا بعد الحرب 5 أيام، وصلت فلسطين ورجعت شهر 8. وعدت، كان العودة سهلة؟ هل واجهت صعوبات في العودة؟ طبعا كانت صعبه جدا وشوي. طبعا احنا انا خاصه للطلاب الفلسطينيين كانت كثير صعبه، لانه طريقهم كان كثير طويله. احنا نطلع من حدود من فلسطين للاردن، الاردن لتركيا، من تركيا لبولندا، من بولندا لكييف. طبعا من بولندا لكييف لحالها كانت طريق متواصله في الباص عباره عن 28 ساعه متواصلات. والسبب في انك قمت بخوض هذه الرحله، ما بدك تخسر السنه الاخيره؟ طبعا غير هيك احنا طبعا جامعاتنا قاموا بالنداء انه ارجعوا على مسؤولياتنا ولازم نكمل، وفي امتحان اسمه كروك. كروك انا نعم. مقابل امتحان كروك سنه اخيره. عملت كروك؟ كروك 2 لسه بستند فيه لحد الان، انا هون متواجد ضامد عشان بس موضوع الكروك. طيب كروك 2 الان عم يقولوا يجب الغائه او يعني او تاجيله، انتم بتتوقعوا يتم التاجيل او الالغاء ولا يمكن الاستمرار فيه؟ والله الامور لسه مش واضحه وضوح الشمس بصراحه. الامور يعني قبل كم يوم تم الاعلان انه رفعت علامه النجاح تاعت كروك، تم رفعها من 61% ل 64% خاصه لطلاب سنه سادسه، وهذا اذا بيدل ما يدل على وجود الكروك طبعا. بس المشكله هون انه طلاب الدفعه، طلاب دفعه كسنه سادسه اغلبيتهم برا اوكرانيا، يعني موجودين هون هي اللي برا اوكرانيا. طب خلينا ننتقل للدكتور سريعا قبل الفاصل. دكتور محمد تسمعني؟ ايوه. يعني اوكرانيا حتى الان ما حسمت الموضوع، يقولون بانه الوضع غير انساني، يجب انه ان يقدم الامتحان في بلد امن او يلغى او يؤجل للسنه المتاليه، شو رايك؟ نعم بصراحة أنا أكون صريح معك، بالنسبة للجانب الأوكراني يمنح الآن الأولوية للطلاب الأوكرانيين، ولم يتم اتخاذ قرارات في صالح الجانب في صالح الأجانب. من بينها أنه كان يفترض أن وزارة التعليم العالي تنشئ منصة للطلاب الأجانب وتحصي مثلا الطلاب وتضع استبيان يبين مستواهم، مناهجهم، كم تبقى لهم من الحجم الدراسي مثلا في الفصل الأخير من السنة الخامسة في طب الأسنان وغيرها. وهذا كان سيسهل على الكثير من الطلبة العرب. لماذا؟ لأنه مثلا وزير التعليم الصحة المصري ووزير التعليم أيضا قالوا أنه الكثير من الطلاب لا يملكون مثلا وثائق تثبت مستواهم الدراسي أو المرحلة التي كانوا فيها. وبالتالي الجانب الأوكراني أنا أكون صريح معك أنه
كثير من الطلاب العرب لا يدرسون في جامعات العمومية والحكومية، يدرسون في جامعات خاصة. طيب خليك معنا دكتور. الجامعات الخاصة يعني فيها بيروقراطية معقدة. خليك معنا دكتور، سنذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لنتحدث عن هذا الوضع الصعب. يعني لا أحد يعني يستطيع أن يقوم بعمل منصة كاملة لكل الطلاب العرب الذين عادوا من أوكرانيا، والحرب الروسية على أوكرانيا تأثر بها كل العالم. بعد الفاصل. في الرأي رأيكم، طرحنا سؤال على مشاهدي برنامج الاستديو الآن، كمواطن عربي ما هو نوع الضرر الذي أصابك جراء الغزو الروسي لأوكرانيا؟ جاءت الإجابات على النحو التالي: 81% قالوا ضرر مادي، و19% قالوا ضرر نفسي. إليكم الطلاب، أذهب إليك خديجة كطالبة، يعني الضرر يقولون كاستطلاع رأي أنه الضرر المادي أكبر من الضرر النفسي، يمكن تحمل ذلك؟ ترين أن الضرر أين كان كطالبة؟ من جهة الناحيتين صراحة، نفسي وأيضاً مادي. طيب أعطينا تفاصيل أكثر يا خديجة، أنت طالبة طب، تخصص مهم جداً، يعني بدنا تفاصيل أكثر. الضرر اللي تعرضتي له مادياً؟ تقريباً غلاء المعيشة طبعاً. تقريباً تقدر تقول هنا المعيشة صارت أغلى من قبل. من جانب النفسي إنه يعني أوكرانيا مو زي زمان، الوضع مش مستقر زي أول، الواحد مو عارف إذا طلع من البيت يرجع أو لا. يعني أنت بتشفى في أي مكان بأي وقت يمكن يصل لك قصف ويصل لك ضرب، فالوضع يعني صعب شوي. طب تامر، أيضا الوضع يعني عدم توفر الأمن والأمان خلاك تذهب إلى اسكتلندا أكثر، أم هو يعني الضرر الذي وقع عليك من جميع النواحي؟ طب يعني ذهابي لاسكتلندا كان من الناحيه النفسيه لتحسين الوضع النفسي، والوضع خلينا نحكي الوضع المادي اكيد تضرر وبكثره، لانه انا نقلت من دوله، سامحني، دوله فقيره تعتبر عشان الرخص اللي فيها، لكن جيت حاليا على دوله خلينا نحكي اسكتلندا، عشان مجرد الواحد ما يفقد السنة دراسه وياخذ الخبره صرت ادفع بزياده حاليا. وغير هيك الضرر النفسي انه انا جيت على مستشفيات جديده، جيت على جديد، ف أكيد طبعاً الضرر النفسي أنا بشوفه أكثر من الضرر المعنوي كثير. يعني كنت عانيت من الحملة اللي في الأردن، ودراستي كانت طبيعية. كنت خايف تكمل في الأردن دراسة الطب؟ طبعاً. ليه؟ الحملة في الأردن يعني حتى الموضوع اليوم. صار يعني خلينا نحكي إنه حطوا الكل في خلينا نحكي في خانة واحدة، عرفت علي، وعاملوا الجميع السنين كخانة واحدة. وأنا هذا برأيي الخاص بشوفه غلط، لأنه سنين مثلاً الأخيرة خلينا نحكي في الطب زي هي سنة أخيرة، كان بإمكان مثلاً إنه نفرض مثلاً حال إنه الطلاب هذول يداوموا في المستشفيات وخلاص يكملوا بجامعتهم أونلاين ونعترف لهم شهاداتهم، ما في مشكلة. لكن إنه انفرض علينا إنه وجودنا في أوكرانيا أو وجودنا إنه تدريب يكون خارج البلد، أو إنه بشكل عام إنه تحصل تدريب أو تحصل أي تنسيق إنه بيرجعوا لأوكرانيا. أنا جربت أرجع لأوكرانيا بصراحة، واجهت عقبات كثير، منها واحد طلب السفارة البولندية كثير من الأوراق، كثير من الإثباتات. اثنين، المواعيد في السفارة غير متوافرة، يعني أنا مثلاً بدي أرجع مثلاً لازم أحجز عشان أسلم أوراقي الشهر الجاي، فعندي شهر ونص أو شهرين بس عشان أقدم أوراقي، وغير مثلاً الشهر راح يضيع عشان الفيزا، فأنا ضيعت 3-4 شهور بس مجرد عشان أرجع هناك، عرفت. بالمقابل الفيزا البريطانية مجرد ما اجتني انا مثلا خلينا نحكي القبول تبع التدريب، القبول تبع كذا، قدمت واخذتها مجرد بالضبط باقل من شهر كنت ماخذها الحمد لله، عرفت علي. فهاي الشغلات انا بحسها نفسيا اكثر اثرت علينا. تمام. اوكرانيا انا لدي اخين في اوكرانيا حاليا يدرسون في اوكرانيا في كييف، تمام. اثنين يدرسون صيدله، واحد سنه ثاني والثاني سنه خامسه. السنه الاخيره يعني كثير الوضع اختلف جدا، غلاء المعيشه يعني غليت خلينا نحكي اكثر من 100%، يعني انت الشيء اللي كنت تاخذيه خلينا نحكي ب 100 جريفن صار حاليا تاخذيه 100 جريفن، يعني مثلا الوالد كان يبعث مثلا خلينا نحكي 250 صار بده يبعث 500 عشان يكفي للشابين يعني الموجودين اخواني اللي هناك. فاكيد تاثرنا ماديا، تاثرنا معنويا، يعني وحتى اهلنا تاثروا. طيب باسل تسمعني؟ باسل عرار. نعم بسمع. طيب الضرر كمان عندك النفسي والمادي؟ والله الضرر كان كثير كبير، سواء كان مادي أو سواء كان مالي. من ناحية مادية طبعا إحنا لما طلعنا من أوكرانيا طلعنا تقريبا في شهر 3-4-3-3-3، جينا أوكرانيا في شهر 8. طبعا إحنا لما طلعنا
ما أخذنا ولا إشي معه، يعني لم نحمل لا شيء، طلعنا فاضيين بإيدين. لما رجعنا أوكرانيا كانت أغراضنا وكان ملابسنا وكتبنا وكمبيوتراتنا وأجهزتنا كل إشي موجود في الشقة. إحنا واجهنا صعوبة في الشقة من ناحية إنه صاحب الشقة كان بطلب منا ندفع في 8 أشهر ولا ما بنوصل الأغراض. يعني انجبرنا ندفع الأشهر اللي إحنا ما جلسنا فيها أو الأشهر اللي كانت فيها حرب، سمحونا منهم 40% منهم و60% دفعناها وإحنا مش موجودين بالشقة أصلا. هذا واحد من ناحية مادية. من ناحية مادية برضه بعد عودته لأوكرانيا، يعني تتصور كانت خسارة مادية وعدم وجودي بأوكرانيا، خسارة مادية بوجودي بأوكرانيا كانت أكثر شيء تتجه زي ما نوه صديقي تامر، طبعا أنا وتامر أصدقاء العمر إحنا في أوكرانيا، زي ما نوه صديقي تامر غلاء المعيشة. غلاء المعيشة كانت يعني مش مصاحبة بس للغذاء وللشراب وللطعام، كانت أكثر إشي يعني حتى وسائل المواصلات، نعم، وسائل التنقل كانت يعني كثير ارتفعت، ارتفعت الضعف سواء كان باص حكومي أو كانت تكاسي خاصة. طبعا بسبب ارتفاع الغاز وارتفاع البنزين وكل الشغلات هذه، خاصة في أوكرانيا لأن بطل يجي في منها، يجي عليها صادرات واردات ولا صار يطلع منها صادرات، صار مصرنا يعني صار الإشي محشور بزاوية. طيب. الثانية هاي. طيب دكتور محمد معي؟ دكتور محمد، في مشكلة في أوراق الطلاب، منهم يلي بدهم يعادلوا. بدي نتكلم سريعا عن موضوع معادلة الشهادة، صار في لخبطة، والموضوع الآخر اللي هو اللي جلب المحتوى العلمي أصلا من الجامعات اللي رفضت، وعندنا فقدان لوجود منصة. أنت بتعرف الحرب الروسية على أوكرانيا كل العالم تضرر منها، لماذا الطلاب العرب ما كان لهم منصة تجمعهم حتى الكل يقدم فيها شكوى والكل فيها يعني يجمع نفسه؟ لانه يعني مش معقول يعني التعامل معهم بشكل فردي، كل واحد في مكان يعني بهذا الشكل. صحيح، بالنسبه للطلاب باختصار شديد انه غالبيه الطلاب ياتون عن طريق الشركات. بعض الشركات يعني كبرى لديها اتصالات جيده مع وزاره التعليم والصحه الاوكرانيتين، هذه يعني استطاعت ان تساعد بعض الطلاب، لكن في العموم هذه المشكله لا زالت مطروحه. بالنسبه لمعادله الشهادات، أكبر مشكلة لأنه كما تعلمين أنه أغلب الطلاب يأتون إلى أوكرانيا دراسة الطب بسبب أنه أسعار الدراسة أو تكاليف الدراسة رخيصة جدا في أوكرانيا مقارنة ببريطانيا أو أمريكا أو كندا وغيرها. وبالتالي الغالبية تدرس الطب أو الطب العام أو طب الأسنان إلى غير ذلك من التخصصات. في الطب في أوكرانيا في بداية 2022 قبل الحرب سنت قانون جديد سمته قانون سنة الامتياز. هذا القانون يجبر الطلاب الذين تخرجوا أن يدرس أن يعملوا سنة يزاولوا مهنتهم لسنة كاملة، وسموها شهادة مزاولة المهنة. الدول العربية وخاصة الأوروبية رفضوا أي معادلة الشهادات أو الاعتراف بهذه الشهادات ما لم يحصل الطلاب العرب على هذه الشهادة. حسنا، الوضع في أوكرانيا لا يسمح لطلاب العرب أن يعودوا، هذا حقهم يعني، لأن الوضع غير آمن في أوكرانيا، ونتحدث خاصة عن خاركوف وجامعة كارازينا وغيرها، هذه وأوديسا، هذه هي الجامعات التي أغلقت إلى الآن، والكثير من أساتذتها طب الجامعات الآن تأثرت فيها الدراسة الآن هناك طلاب لديهم مثلا طموح في المستقبل الدراسي في جامعات أوكرانيا؟ طبعا تأثرت، حتى أوكرانيا حتى توقف الحرب تصنيفها كمان تحتاج إلى الطلاب الأجانب في التصنيف. طبعا أكيد لكن في جامعات جيدة مثل جامعة تشيرنيفيستي تحتل المرتبة أعتقد 9 على المستوى الأوروبي، معترف بها في بعض دول مثل كندا. لكن أوكرانيا، الجامعات الأوكرانية تأثرت أيضا بهجرة الأساتذة وأيضا بانهيار مواردها المالية، كما تعلمين أنه جامعات أوكرانية تعتمد على الموارد المالية التي يضخها الطلاب الأجانب، حوالي 600 مليون دولار مداخيل الجامعات الأوكرانية من دراسة الأجانب في أوكرانيا. هذا من جهة. أيضا المشكلة أن وزارة الصحة ووزارة التعليم الأوكرانية ممكن أن نقول بهذه العبارة أنه أغلقت يعني آذانها وصمت آذانها حتى الآن تستمع للنداءات التي وجدت حتى هذه اللحظة. طبعا تبرير
حتى هذه اللحظة طبعا السبب أنه حاليا نحن في حرب وحالة طوارئ وفرض أحكام عرفية وغير ذلك في البلاد، وبالتالي الأولوية لأولي الوضع الأمني، وأنه في بعض الأساتذة أو بعض الطواقم الإدارية استدعيت إلى التعبئة أو إلى الحرب. هناك لماذا لا تكون هناك طيب منصة لها الطلاب؟ لماذا لا تكون هناك منصة يعني ربما تشرف عليها جامعة الدول العربية وأنت تعرف يعني مساهماتها؟ صحيح، هناك 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 جاليات مثلا يترأسها الجالية الأردنية، يترأسها شخص معروف، الجالية العراقية، الجالية الجزائرية وغيرها والمصرية وغيرها، رؤساء الجالية طبعا معروفين، هؤلاء لديهم قدرة على أن يجتمعوا. و مركز الأوكراني للحوار كان لديه مبادرة ونشرت فيها، تم جمع كل رؤساء الجاليات، وفي بداية الحرب تكفلت بالكثير من الطلاب سواء بإخراجهم أو مساعدتهم على التنقل من مناطق لحد المنطقة الآمنة. هذه دور الجاليات أنها هي التي تلعب دورها في ظل أنه بعض السفارات أغلقت، بعض السفارات لا تؤدي يعني دورها في هذا المجال، لأنها تقول أن الموضوع يخرج عن نطاقها وهو مطروح بين يدي وزير الصحة وزير التعليم العالي الأوكراني. أيضا في مشكلة أخرى أنه حتى الطلاب الذين تخرجوا مثل العراقيين الذين يتواجدون في ألمانيا أو 160 طالب، هؤلاء إلى الآن يعانون من البطالة، وتم رفض يعني حتى يعني نعم أوراقهم، طلبوا منهم أن يدرسوا اللغة الألمانية لمدة تبدأ المدة من سنة إلى 3 سنوات، يعني بعد 3 سنوات يمكنهم أن يتم معادلة يعني شهادتهم. ففي يعني في مشاكل كبيرة في دول طبعا مثل إيرلندا تساهلت مع الطلاب، بعض الطلاب يعني قدموا ملفاتهم للمعادلة، أمسكت يعني مسكت ملفاتهم وفي طور العلاج. شكرا لك، أشكرك جزيلا من الجزائر العاصمة عبر الهاتف دكتور محمد الأمين مقراوي أستاذ في جامعة كييف الوطنية. أشكر جميع الطلاب الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، من كييف الطالبة خديجة أحمد صالح من تشاد تدرس الطب البشري في السنة الخامسة وفي كييف، وأيضا الطالب من غلاسكو في اسكتلندا الطالب تامر جوهرة من الأردن يدرس أيضا الطب البشري في كييف سنة سادسة في اسكتلندا، وعبر الهاتف الطالب باسل عرار من فلسطين يدرس الطب البشري الآن في كييف في جامعة كييف من تبليسي. شكرا جزيلا لكم جميعا. وفي الختام، في ختام حلقة اليوم وبعد مرور عامين على تقديم برنامج استديو الآن، أودعكم لألتقي بكم قريبا في برنامج جديد وتحقيقات صحفية. أشكركم جميعا الذين عملت معهم لإتمام وتقديم برنامج استديو الآن، لكم زملاء وضيوف تركوا جميل الأثر. شكرا لمتابعتكم القيمة للبرنامج، كنتم الأوفياء. أنهي مرحلة وأبدأ مرحلة جديدة قريبا، أودعكم من برنامج استديو الآن وألقاكم في القادم الأجمل في أمان الله.